قال وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. يأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على الصحابة رضي الله عنهم، والرافضة معلوم موقفهم سنتحدث عنه. لكن هل الخوارج نالوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، وهذا كله من دلائل ما عند الخوارج عياذا بالله من الشطط. أفضل الأمة وأجل الأمة والذين لهم الفضل على الأمة إلى قيام الساعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أصحاب رسول الله، ومع ذلك ما سلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقد الخوارج. وهذا يدلك على أن الخارجي في واقع الأمر مع جهله بالنصوص كما جاء فيهم انطلقوا كما قال ابن عمر انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المسلمين، أن عنده شيئا من الغرور كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال سيخرج رجل لا يكلمه منكم أحد، فلما أتى قال أنشدك الله، أترى نفسك أفضل من غيرك؟ قال اللهم نعم. هذه صفة في الخوارج حتى لو لم يشعروا بها، يرى الخارجي أن إليه المنتهى في التقوى وفي الدين وفي الخير وفي العلم وفي كل شيء. هذه بلية كبيرة، معها البلية الأخرى وهي قوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في مسلم في شأن الخوارج، وهذه خطرة جدا على الخارج وعلى غير الخارجي، قال يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. فيقولك الدليل عندي قال الله، والدليل عليه وليس له. ولهذا هو ينطلق مثلا في سفك الدماء وغيره يقول أنا عندي آية من القرآن يقول تعالى كذا، مع قول ابن عمر انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. ولهذا يسهل على الخارجي القتل، لأنه يظن أن القرآن يؤيده والآيات نزلت في كفار وأنزلها على مؤمنين كما قال ابن عمر رضي الله عنه. ولهذا يرى أنه على الصواب، وأنه الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الحدب على الأمة القائم بالإسلام حق القيام. ولهذا لا يكاد يسمع الخارجي، سبحانه الخارجي لا يكاد يسمع، عنده شيء من الاعتداد بنفسه وعنده شيء من النظر إلى غيره بالمقت كما قال عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الذي خرج عليهم، ينظر إلى غيره بأنه هو المتساهل المتلاعب المداهن في دين الله العابث المنافق المرائي الذي تهمه الدنيا ونظره إلى السلاطين وإلى أموالهم، مع أن العالم قد لا يرى سلطانا أصلا، لا يلتقي به نهائيا ولا يهمه بتاتا. الحاصل أن هذا باب خطير جدا أن يخرج عن الوسط الذي كان عليه أهل السنة والجماعة، والخطر أن يؤتى إلى الإنسان من باب الحرص على الدين والحدب عليه والحرص عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بأمر الله، فيلعب به الشيطان من حيث لا يشعر. ولهذا قد يستغرب طالب العلم، وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السنة وسط بين الرافضة والخوارج، يعني هل نال الخوارج من الصحابة؟ نعم، لأن الخارج يقول نالك معتد بنفسه، فبلغت بهم الأمور أن رأوا أن عثمان رضي الله عنه خرج عن أحكام الله وتلاعب بدين الله، فدخلوا عليه رضي الله عنه في شيبته وكبر سنه وقد جاوز 80 وقتلوه رضي الله عنه في بيته بين أهله وعند زوجته، وقد كانت عنده قبل زوجته هذا بنتان من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أن هؤلاء الهمج لو أطيل في عمر رقية وأم كلثوم لما افترضوا أن يدخلوا على عثمان ويقتلوه بين بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كمنوا لعلي رضي الله عنه فقتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واتجهوا إلى عمرو ليغتالوه ابن عاص فصلى بدلا منه خارجه فقتلوا خارجه، وضرب الخارجي معاوية لأنهم قرروا أن يغتالوا الثلاثة عمرو ومعاوية وعلي رضي الله عنه، لم يفكرون عندهم طريقة أن الاغتيالات هذه ستحل المشكلة. قالوا ثلاثة أشخاص، علي وقتله ابن ملجم وعمر في مصر، واتفقوا في يوم واحد، فعمر رضي الله عنه وكلهم يعني حددوا اليوم بصلاة الفجر، فعلي رضي الله عنه قتله ابن ملجم، وعياذا بالله نسأل الله لا يزيغنا في الزائغين، جعل السيف في سم أشربه بالسم بحيث لو ضربه ضربة ما صارت ماضية يمضي السم منه رضي الله عنه، فضرب عليا كما قال عليه الصلاة والسلام أشقاها يا علي قاتل الناقة وأشقاها من يضربك على هذه، يشير صلى الله عليه وسلم إلى رأسه فيسيل الدم على هذه، فكمن لعلي وقتله في صلاة الفجر. واتجه الخارجي الآخر إلى مصر
فأراد قتل عمرو أيضا في صلاة الفجر فصلى خارجه بدل عمرو، ففي ظلمة الليل ضرب الرجل يظن أنه عمرو بن العاص وإذا به خارجه فقال كلمة صارت مثلا أردت عمرا وأراد الله خارجة. والذي اتجه إلى الشام لقتل معاوية ضرب معاوية ضربة غير ماضية فضربه على أسفل ظهره رضي الله عنه فانقطع منه النسل ونجا. فكانت نظرتهم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة قد فرطوا في دين الله وأنهم هم الذين سيقومون بدين الله، ولهذا قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوا علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة في موقعة في قتالهم مع قتال علي رضي الله عنه لأهل حروراء حتى أبادهم رضي الله عنه ولم يبق منهم إلا قليل، ومع ذلك استمروا في قتال بني أمية حتى سقطت دولة بني أمية واستمروا. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الخوارج كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع حتى يلحق آخرهم بالدجال، نسأل الله العافية والسلامة. انظر عاقبة الغلو، عاقبة الغلو ونهاية الغلو أن يلحق هؤلاء في الدجال بالدجال الذي يدعي الربوبية، نسأل الله العافية والسلامة. فالوسط الوسط الوسط الحقيقي الذي عليه أهل السنة والجماعة لا يمكن أن تناله إلا بالعلم المؤصل على ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلنا اعتنوا عناية كبيرة بموضوع كتب العقيدة المسندة التي تروي عن الصحابة وتنقل عن التابعين رضي الله عنهم حتى تعرف الوسط حقا، وتروي عن أئمة الإسلام وتربط ما بين علماء السنة في الحديث بعلماء السنة ممن قبلهم إلى زمن الصحابة وتربط الأمور بالأحاديث، وإلا فإنك قد تزيغ وتضيع من حيث لا تشعر، نسأل الله العفو والعافية. فأمر الوسط أمر كبير الأهمية، والتصنيف فيه وبيانه والخطابة فيه في غاية الأهمية الحقيقة حتى لا يظن الإنسان أنه على هدى وهو عن الهدى بعيد، نسأل الله السلامة والعافية ونسأله العون على ما فيه رضاه والثبات على الحق. تحفظ الأسئلة، هذه الأسئلة نجعلها غدا إن شاء الله، وفيه نختم الكتاب بعونه تعالى ومنته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.